مسرح شغل بيت هو حلمي من زمان، من وقت ما بلشت اوعى انه انا بحب المسرح وبعشق هالمهنة. دايما كان عندي هوس انه اعمل مسرح تحت اسمي. جربت فتش على شيء خاص وحميم، ما لقيت انه الا البيت هو خاص وحميم. حلم راوده قبل 6 أعوام، أراده فضاءً حراً غير مقيد بالمفهوم التقليدي للمسرح، مفتوحاً لكل الناس وللشغوفين مثله بالمشهد الثقافي والفني، ليحمل في الوقت عينه خصوصية المكان في هذا الزمان. فكانت ولادة مسرح شغل بيت. المسرح شغل بيت رح يكون مفيد لكتير ناس يلي هي حابة تشتغل مسرح بس ما عندها مطرح، حابة وعندها حماس وحب لهيدي المهنة بس ما عندها قدرة مادية. نحن عم نجرب نخلق هيدا المكان لكل الناس. حريص هو على استمرارية العمل المسرحي في لبنان الذي يشهد برأيه تراجعاً في حركته الفنية بفعل الصعوبات التمويلية، لذا أتى مشروعه بسيطاً كما يؤكد، وبتمويل خاص مع دعم تطوعي من قبل زملاء له يؤمنون بالمسرح الرسالة. هو بيت نشتغل فيه مسرح، مطرح واحد لكل يلي بحبوا المسرح. معودين على أعمالك المسرحية الهاتفة، فافتتاح مسرح شغل بيت رح تكون بيكورته أي عمل مسرحي لإلك؟ أول عمل رح نعمله هو مسرحية كرز. مسرحية كرز موجهة للأطفال حتى تحميهم من العنف اللي بتوجه لهم، تحميهم من كل المخاطر اللي حواليهم. هي مسرحية توجيهية بتحكي عن حماية الأطفال. مساحة جديدة مغايرة في بعدها الهادف إلى تطوير القدرات الفنية والطاقات الشبابية، ومتميزة عن الحاضر في الفضاء المسرحي التجاري. هي بلا أدنى شك منصة لتنمية المواهب وأعطائها فرصة خوض غمار تجربة من رحب مسرح هو مسرح شغل بيت. دراجة غفاري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.